في الكتاب المدرسي لقد أنهينا فكرة من أول إلى آخر شيء. الفكرة ما هي؟ هي تعليم نقاط على مستقيم مدرج. هذه الفكرة، تعليم نقاط على مستقيم مدرج، هذه الفكرة. فيها العنصر الأول فيها العنصر الأول هو هذا، صفحة 40 في الكتاب المدرسي. هذه الصفحة 40، أنشطة، ثم موجود معارف صفحة 42، التعليم على مستقيم مدرج، ثم موجود أوظف تعلماتي من تعليم نقاط على مستقيم مدرج. هناك 4 5 6 إلى غاية هنا، إلى 8 11. إذن الأنشطة ثم المعارف ثم أوظف تعلماتي. إذن 3 فقرات، أنشطة ومعارف وأوظف تعلماتي. الأنشطة صفحة 40، والمعارف صفحة 42، وأوظف تعلماتي من 8 الرابع إلى 8 11 صفحة 46. أين تجدهم؟ فيها 11 حلقة. تذهب إلى قناة تجربة أساتذة، إلى البلاي ليست ثانية متوسط 2018، وتبحث في الملاحظات. في الملاحظات هنا التعليم على مستقيم مدرج الحلقة الثانية، هذه الحلقة التي نسجلها هي الأولى، ثم هذه الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، إلى 11 من 11. هذه الحلقات فيها 11 حلقة، الحلول ها هي 11 حلقة. أنشطة، معارف، وظف تعلماتي. الأنشطة هذه هي صفحة 40، والمعارف صفحة 42، وأوظف تعلماتي من 8 الرابع 5 6 7 8 9 10 11 حلقة.